تذكار ان شاء الله يكون عنوان اخوه ومحبه بين الناديين، ويعني تكريما على كاع المجهودات اللي بذلوها كي في الزياره اللي قمنا بها. شكركم وبارك الله فيكم باسمي وبكل يعني باسم كامل اعضاء النادي اللي حضروا واللي ما حضروش يعني عامه، وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحه ويسعدكم. بارك الله فيكم. ومن زياره وخاوتنا التكريم تاعنا ان شاء الله كي شوف قدمت تولوا لينا وتجوا لينا هذا هو التكريم. اكيد اكيد وراح تتكرم ان شاء الله. الله يستر. بارك الله فيك. عبدو